مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداخل القلب موجود، اللي تفز عروق قلبي عشانا. ما تبعد عني ميادين وحدود. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان الحلقة اليوم لسان، نتكلم عن اللسان وكلامي عن اللسان باللسان، مو هذه الورطة. فلنبدأ الحلقة بشعر وننهيها بشعر، وليكن الشاعر أو ليس بشاعر، هو فقيه لكن يقول شعرا، هو الإمام الشافعي، وهذا ديوانه وطبع طبعات كثيرة. الإمام البيهقي المؤرخ المحدث يقول في كتابه مناقب الشافعي، قال الشافعي، والشافعي متى؟ القرن الثاني الهجري. دخلت صنعاء أو عدن فقرأت على بابها: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الأقران، كان التهاب لقاءه الأقران. راح بالرجلين كما يقولون. بسبب شنو؟ كلمة، عبارة، جملة، تعبير في غير محله، أو لم يكن التقدير جيدا، انتهى. احذر لسانك أيها الإنسان، لا يغلبنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان، في رواية ثانية. ليش نقول عن اللسان ونتكلم عن اللسان؟ هذه الأداة التي هي ثعبان أيضا تتحول إلى عسل. ما يقول لك كلامه عسل يا أخي، عباراته جميلة، شوف ترحيبه، شوف ألفاظه، شوف مترادفاته. نتكلم عن هذا الوباء الذي طغى وطفح وشاع وذاع في الحياة العامة مع الأسف. كيف انتقل هذا الوباء ألا وهو سوء الكلام والبذاءة والتجريح والتشريح، وهذا الفلتان العام كيف انتقل من الأماكن الخاصة والمحفوفة والمدارية كما يقولون إلى الأماكن العامة؟ كيف انتقل من الكبار إلى الصغار؟ كيف وصل إلى أوساط ثقافية ما كان يظن أن تخرج منهم هذه الكلمات؟ وإذا استثنينا العالم السياسي المبني أصلا على التجريح، فكيف ينتقل هذا إلى العالم التربوي المبني على الترشيد والإرشاد؟ احنا قاعدين نعيش ترى مأساة يا جماعة. فاحت الرائحة وذاعت، وصار للتجريح محترفون، وصار للتسفيه والطعن مصممون، وصارت المسألة تتداول بعد الأجهزة الإلكترونية الحديثة والجديدة، صارت مشاعا وجاءت على إلى أن بدت تصير أشبه ما يكون بالتطبيع. فتنوعت الشتائم، شتائم سياسية، شتائم رياضية، شتائم في عالم الفن، شتائم في عالم الطائفية، شتائم في عالم الصراع الاقتصادي، وتعالعت الحق ما تلحق، عمت الشتائم في كل مكان، لدرجة بدأت الناس تتفنن في الشتائم، الغاز في قضية السخرية بفلان أو التنكيت على علان. هذه نعمة عظيمة، وتفرد الإنسان بالكلام هو تفرد عن بقية الكائنات. الإنسان قالوا حيوان ناطق، المناطقة، أي كائن مفكر فيه حيوية لكن فيه ناطقية. عبروا عن العقل بالنطق، لأن لا يمكن أن نعرف عن عقلك شيئا إن لم تستبين، أستبين منك في كلامك. خلونا من المناطق ومن الفلاسفة، تعالوا نقف مع الخالق سبحانه وتعالى. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. هذه الهبة التعليمية، الحيوان ما يعلم، يوحى إليه كبرمجة. وأوحينا إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومما يعرشون، إيحاء برمجة. أما أنت رزقت بوعي وأعطيت هذا اللسان في التعبير عن هذا الوعي وإنشاء هذه العلاقات المتنوعة. لذلك من المحاضرات الرائعة سر الإنسان في اللسان لياسر المالح التي ألقاه في المركز الثقافي العربي
قديما في دمشق 29 نيسان 1997، من المحاضرات الجيدة التي نذكر مصدرها بعد قليل. قاعدة القرآن في ترشيد اللسان، قاعدة القرآنية في ترشيد لسان الإنسان، قاعدة عامة سهلة بسيطة، ما نحتاج نتفلسف ولا نروح بعيد ونجي ونستعين. وقولوا للناس حسنا، يا سلام، للناس وليس للمسلم أو التقي أو القريب أو الحبيب أو القريب أو المعارف، للناس، كل الناس، مؤمنهم وكافرهم، من نعرف من لا نعرف. قولوا للناس حسنا شعار عام، قاعدة حياتية يجب أن ننشرها على من نعرف ومن لا نعرف، إلا أننا الواقعية الحياتية تشدنا إلى أن نتعامل مع الخلل الموجود في الإنسان. حياة، في حياة، في مشاحنات، في خصومات، في اختلافات، في صراعات، لكن أن تعمل مسألة عامة تكون ما تكون طارئة في قضية الإساءة أو التجريح. نحن نريد الطارئ أن نضبطه، فكيف لما نكون عام؟ يجيك القرآن أيضا يعلمنا ويعلمك، فيقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا منه؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه صفة من صفات عباد الرحمن، هذه خليقة في هؤلاء القوم الذين يتصفون بالعبودية الصادقة لله سبحانه وتعالى. شعارهم الكف، وعلى احنا بالشعب نقول اتركه او اسفهه، يعني لا ترد عليه. ليش؟ لانه جاهل، هو من صفاته جاهل، ترد عليه يزيد عليك الجهل. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الرسول صلى الله عليه واله وسلم في سيرته، في حياته، لما تفتح الكتب والمدونات الحديثيه مليان، انا أنتقي فقط، لكن انتقيت أمرا لمنه هدف. انتقيت خطاب الرسول مع خادمه، لاحظ، أولا خادم صنعة متواضعة ومحكوم بسيده كطبيعة حياتية، ثانيا غلام كان شاب أنس بن مالك، يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط. 10 سنوات ما في مرة أف، والأف هذه أقل الضجر والتعبير الانفعالي عن عدم الرضا، ما سمعتها منه، لا أكثر من ذلك. وما قال لي شيئا صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. على ماذا يدل هذا الكلام؟ يدل على أن خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وحبيب الحق عليه الصلاة والسلام كانت له تربية بالإيماءات والمعايشة وإرسال رسائل. يا جماعة، النظرة تربية، يعني النظرة فقط، العين تتكلم وتربي وتعطي إشارة. النبي عليه الصلاة والسلام من قسماته، ولذلك كنت في المطار وأنا مسافر إلى البحرين، في مكتبة المطار دائما نتجول نلقى لنا شيء أحيانا ما تلقاه في المكتبات العامة، فواحد مصري سلم علي قال أنا بحبك واسمح لي أدي لك كتاب من المكتبة، أنا أريته وانتفعت به، وخذ كتاب وكتب إهداء وعطاني إياه. هذا هو الكتاب، لغة الجسد، كتاب بسيط، يعني في أعمق منه لكن هذا مبسط للعامة. لغة الجسد، اعرف شخصية محدثك من خلال حركاته، أظهر شخصيتك من خلال لغة الجسد، كيف تكشف صدق أو كذب الآخر لك. احنا خلنا نلحق على اللسان حتى نروح الجسد. شو اسمه هذا؟ خلنا نذكره يا جماعة بخير، ما أدري وين كتب الإهداء. نعم، فمن خالد عبد الله، المؤلف خالد عبد الله، لغة الجسد. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كانت في قمة، إن استطاع الخادم أن يستصل إليه الرسالة ويغير، وهو ما قال له أف. تعالوا شوفوا ماذا يقال للخدم اليوم وكيف يتعامل معهم. اللسان خصيصة الإنسان. نعوم تشومسكي، اللساني العالم الكبير الأمريكي والسياسي أيضا، قال إن اللغة الإنسانية، اللغة في الإنسان هي البيج بانج، هي الانفجار الأعظم في الحياة البشرية. وإذا كان البيج بانج الفلكي والكوني من 13.7 مليار سنة كوني، فإن اللسان واللغة هي الانفجار الكوني البشري. هذه الخصيصة التي عند الإنسان.
أنا وأنت وهو وهي وهم وهن وأنتما وأنتن وكل الضمائر وحروق والإشارات، لماذا نتكلم بعد الفاصل؟ قلنا في حديثنا عن اللسان، لماذا يتكلم الإنسان؟ أنا وأنت ليش نتكلم؟ يتكلم الإنسان تعبيراً عن مفاهيمه وأفكاره وعن مشاعره، وأحياناً الإنسان يغتغلب عليه المشاعر وأحياناً يغلب عليه العقل، لكن لا الإنسان يؤخذ وحدة كاملة. فأحياناً المشاعر ما توفينا، ما توفينا منفعل فنطق يا أخي يا عمي ها، وفي تكسير وفي قتل أحياناً وفي حركات أحيانا بالإيد هاك هكذا يسوي، أنا ما أحط على الشاشة. الإنسان السياسي أو الخطيب أو كذا هو يتكلم يضرب رجله يا أخي قايل لك، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول ليش هل اهتزاز؟ أتكلم انفعالات واحد بعد الشكل، قلت له كلها انفعالات. لذلك يطلع الإنسان المخزون. الرسول عليه الصلاة والسلام خادم في 10 سنوات مو 10 أيام ولا شهور، وغلام ما قال له مرة أوف، شنو التحكم؟ شنو القدرة؟ شنو التربية؟ وما قال له شيء فعله، لما فعلت لم تفعله، بالإيماءات بالمعايشة بالنظرة يستطيع الإنسان أن يوصل الرسالة. إحنا اليوم خذ نموذج على قضية الإساءة باللسان. مع الأسف لما تجيك تلفونات من الأمهات أو تسمع في برامج التربوية والإذاعية وغيرها، مع بداية اليوم اللي بسم الله الرحمن الرحيم يستنشق الإنسان فيه نسيم الأنس والأمل والتفاؤل والعمل، الأمهات يجلسون الأولاد حق المدارس أو حق العمل أو حق توصيل عيال، أو تجد هناك صعوبة، بعض الأولاد يسيء الأدب ويغلط ويقول كلمات مو زينة في حق والدته. ليش؟ لأنه قاعد تقول قوم حق الواجب، بلاش كسل بلاش تخلف قوم صل، فتسمع منه. حتى لاحظت الإنسان شلون ضعيف، فنحن قاعدين نعاني من أشياء كثيرة. نرجع إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المسألة في خصوم في تفاعل مع الحياة، هنالك جاهلون. قال عليه الصلاة والسلام في حديث يرويه لنا جابر بن سليم الهجيمي يقول قال عليه الصلاة والسلام ينصحه: وإن امرؤ شتمك وعيرك بأمر ليس هو فيك، لاحظ المقايسة والمقابلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بأمر ليس هو فيك، يعني أنا بريء طعن فيني، فلا تعيره بأمر هو فيه ولا تسبن أحدا. وقال في الحديث: ودعه يكون وباله عليه وأجره لك، لكن ختم الحديث: ولا تسبن أحدا. يا جماعة واحد قاعد يطعن فيني وأنا بريء ويطعن، هنا في أحوال تضطر تسكت، في قضايا يمكن تشكي من حقك قضائيا، لكن خلاص هذا الإنسان إذا هو يقول لك في طعن بشيء ليس فيك وهو فيه ما فيه، معناته شنو مستواه؟ لا تدخل مع كل إنسان في حوار ولا تتلازم مع كل إنسان. جابر كيف تلقى وصية النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال جابر: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا شاتا ولا بعيرا. ليش؟ ما يبي يعود لسانه على الشتيمة. وبعدين أحيانا الواحد يتعود على كلمة ومست معه يقولها في الديوانية عند الربع عند الخواص في الكذا بظهر الناس، يكون مجلس عام تطلع منه لأنه تعود عليها فيتورط، حتى يتورط في عصر التسجيل والتصوير، تتورط في قاعة في، والناس ما ترحم. اترك عنك هذا السفيه وقل كما قال ايضا الشافعي في ديوانه: يخاطبني السفيه بكل قبح فاكره ان اكون له مجيبا، يزيد سفاهه وازيد حلما كعود زاده الاحراق طيبا. اي الانفعال يجعلك تتحكم وتزداد بالسماحه. يخاطبني السفيه بكل قبح فاكره ان اكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة.
ناس تعطينا قيم وتعلمنا، لأن المسألة أولاً وأخيراً في الانفعالات. السيد المسيح عليه السلام مر به خنزير فقال له: مر بسلام. قالوا: ما هذا أيها السيد المسيح؟ مر بسلام، ما قال أخسأ، ما قال أذلف، ما قال لا، قال مر بسلام. لما أيها السيد المسيح؟ ما المقصد؟ ماذا تريد أن توصل إلينا؟ قال: لم أرد أن أعود لساني على سوء. والمسألة بالأولها لآخرها ترى عادة، لكن قبل العادة معرفة، مع المعرفة إرادة. قيل لبعض الصالحين، قالوا له: لقد وقع فيك فلان، شلخك، شقك شق اليوم بالديوانية، يعني مزقك تمزيق، ما خلى فيك شيء. مع الأسف الناس أحيانا تسكت مجاملة، الرجال يكون له جاهية معينة ولا. قيل لبعض الصالحين: لقد وقع فيك فلان حتى أشفقنا عليك، تكلم فيك حتى أشفقنا عليك ورحمناك، فقال عليه: فاشفقوا وياه فارحموا. ارحموا هو مو أنا، هذا هو المسكين اللي لسان 4 ساعات يفري بالناس، أنا قاعد أنسى. والحريم أيضا عندهم فري خاص، وكل المجتمع له طبيعته. قال الإمام مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، إمام المدينة، كما ذكر لنا صاحب كتاب الضوء اللامع، قال: أدركت بهذه البلدة، يقصد المدينة المنورة، أقواما لم تكن لهم عيوب، فعابوا الناس فصارت لهم عيوب، وأدركت بها أقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسي الناس عيوبهم. والله معادلة، تدرون ليش؟ هذا اللي ما له عيوب مسالم، لكن عندما اشتغل بعيوب الناس، الناس ما تسكت لك، تعال يبا ايش عنده ايش ما عنده، فتش دور ارشيف في صباه في شبابه في طلع. السلامة حلوة، واحنا نفرق بين الطعن في الناس والتشهير والتجريح والسخف وبين كشف بعض الحقائق. فلان ظالم، نتكلم عنه ظالم، شو المشكلة؟ فهذا وصف وليس طعن، ظالم باين جبروت. فلان مسجون لأنه قاتل، احنا نصفه بالقتل وقاتل عمدا، فأنا قاعد أفرق بين هالأمرين. هذا كلام الإمام مالك. وفي ناس يقول كانت لهم عيوب لكنهم سكتوا عن عيوب الناس فنسي الناس عيوبهم. إذن المسألة بالعادات، عود نفسك. نبيك صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك: الكلمة الطيبة صدقة. فخلونا 24 ساعة نوزع صدقات، ينقل مفهوم الصدقة من جانب المادي اللي هو واحد محتاج والثاني قادر فيعطيه إما مالاً وإما حاجيات يسد به عوزه وحاجته، إلى الجانب المعنوي القيمي. ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، فالكل يستطيع أن يتصدق فيها، يجعل الجميع معطي، الفريق الفقير والغني، يجعل حياة سائدة بالكلام الطيب. يقول: سلم على الذي تعرف والذي لا تعرف. ويقول عليه الصلاة والسلام: البخيل من بخل بالسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا في المقابل: اتق النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد، اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. إما بالماديات التمر، يقصد العطاء المادي المساعدة، أو بكلمة طيبة. تدرون ماذا تفعل الكلمة الطيبة بالنفوس؟ تفعل الأفاعيل. وهكذا نحن نعيش هذا الكلام. وأيضا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. بعض الناس إن بالتغريد أو بالكتابة أو بالواتساب أو بالإنترنت أو بالمجالس، فلا هو يقول خيرا ولا يصمت. إيش بقالك؟ كنت هنا على باب قناة الرأي بالمواقف، استمع لإذاعة البي بي سي العربية بالراديو، وإذا بالكلام حوار مذيع البي بي سي مع ضيفة، يتكلم الضيف عن أدب الصمت، حكمة الصمت، مهارة الصمت، فنون الصمت، فوائد الصمت، وبدأ يتكلم عن جمعية الصمت العالمية، رسالة دكتوراه في الصمت، مؤتمرات الصمت، فنون الصمت، يا 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 منو؟ وكلام والله العظيم. فقلت: أنتظر شوية، أنطالع من يطلع. وإذا به
طلع ولدنا بالكويت محمد الغيمش صاحب كتاب أنصت يحبك الناس. صاحب كتاب أنصت يحبك الناس، والكتاب أيضا وجدته في شارع أجوارد رولد في بريطانيا. فيأنس الإنسان عندما يرى الخير ينتشر. نعم، الصمت أدب، فإن لم تقل خيرا فاصمت. فكيف إذا كان الإنسان لا يصمت فقط، إنما بكلامه وقولوا للناس حسنا يتفجر الخير ويتدفق الكلام السليم الجميل المؤنس المفيد؟ بعد الفاصل نكمل. ما زلنا نتكلم عن اللسان وخطورة الكلام ومسؤولية الكلمة. القرآن يربينا على أن نبادل الخير بخير أكثر حتى على مستوى الكلام. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. واحد حياك بتحية، تحيي مثلها أو ترد بأحسن منها. ومن تحايا الناس وسلامهم تكتشف ذواتهم وشخصياتهم. ليس أقصد اكتشاف الكامل، لكن على الأقل الطباع العامة والأمزجة العامة. بعض الناس ما يرد عليك بس كأنه يتصدق عليك بالسلام. تقول له السلام عليكم، يقولك سلام سلام، ما له خلق. وبعضهم يقول هلا، ما يعني ليش وليش فرق تحس. فأقول السلام عليكم شباب، كيف الحال؟ يا هلا يا هلا، فرق هلا بين الإنسان وأنا أفرق بين إنسان يسلم بجدية وبين إنسان يسلم بثقل. هذه بالتالي هذه طباع شخصية. لكن أن يبخل الإنسان أو أن يكون دفش حتى في الرد أو أنه يوحي لمن يسلم عليه أن مالك خلق وهو ليس بينه لا عداوة ولا شيء، فتصير عنده سمة عامة من سمات الشخصية. أعوذ بالله. سلم يا أبوي، سلم ورحب وهلي في الناس. ها طيب، ما هو تعريف المسلم؟ المسلم منه؟ الـ 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 الإمام أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين يقول: قال بعض الصالحين من الأسلاف القدماء: ما كنا نعد المتدين من يكثر الصلاة والصيام والعبادة. الكل يصلي أول، ماكو أحد معقول مسلم ما يصلي ما يصوم؟ هذه مصيبة هذه. لكن يتكلم عن المعيار: ولكن ما كنا نعد أهل الديانة في كثرة الصلاة والصيام، في الكثرة، ما يقصد في أداء الواجب والسنن، في الكثرة، ولكن كنا نعد الديانة في الكف عن أعراض الناس. هي الدين هذا اللي ما يتكلم في الناس ولا يجرح ولا يسيء، إن في الكلام أو في ما بعد الكلام. السلامة يا جماعة. ولذلك جاء تعريف النبي عليه الصلاة والسلام للمسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ومن يده. السلم يا جماعة، مو دوخونا في المنظومة العالمية السلام والسلم، هذا هو السلم. فليسلم منك الناس. احنا قاعدين نقول الكلام هذا يا جماعة لأن في السنين الأخيرة يعني لاصت المسألة. شوف الكل بادي يشتغل شتائم ومن غير تحمل مسؤولية ومن غير إحساس أنه قاعد يشتم أصلا في البشر. الكلمة تورط يا جماعة. العرب تقول: مقتل الرجل بين فكيه. هذا عندي كتاب الـ 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 كيف تغدو فصيحا عف اللسان، أدواء اللسان وعلاجها فصاحة وحفظا، للدكتور محمد حسان الطيان أستاذ اللغة العربية والكاتب المعروف. أمثلة العرب وبعضهم بالجاهلية يحذرون. من ينسى المثال الذي يقول: رب كلمة قالت لصاحبها دعني، يا ليتك ما تكلمتني. أحد يعني حاشية الملوك من بني غسان أو المناذرة، جالس الملك على تلة وفيها صخرة ملساء لتحت، فهذا يسأل الملك يقول: تتوقع لو ذبحنا واحد هني رقبته على الصخرة الملسة، الدم ماله، الدم يصل إلى قاع الوادي لأنها ملسة؟ قال: والله ما أدري، خل نجرب فيك، تعال يا حطه. فقالوا العرب: رب كلمة قالت لصاحبها دعني. كم واحد الآن متحسف أنه قال كلمة
سئل عليها مسائلة وما تسوى وليش وشنو راح تغير أصلا. هي مجرد خضوع للجو العام، فإنسان أسير لما يقوله فلان أو أسير معهم يا شجرة، عقل جمعي مع الأسف ما في تحكم. وبالتالي كم كلمة يا جماعة نزلت من مكانة إنسان، إنسان كان راقي، إنسان كان وجيه، سواء كان مربي، مدرس، موجه، سياسي، اقتصادي، مفكر، أديب أكاديمي، كم كلمة طيحت صارت هي المحفوظة عنا بينما كل تاريخه نسي. إذن بالكلمة يا جماعة، بالكلمة، بالكلمة نؤمن، بالكلمة نرتد، بالكلمة نتزوج، بالكلمة ننفصل، بالكلمة نجري العقود، بالكلمة نفك العقود، بالكلمة نعطي المواثيق، بالكلمة. لا لا تتساهلون يا أخوان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ عندما حذره، قال معاذ: أو مؤاخذون بما نقول بألسنتنا يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ شفت بالجملة جهنم ولو على رؤوسهم من حصائد الألسن. الألسن عملت فتن، أراقت دماء، خربت علاقات، أفسدت بشر، هدمت أسر، روجت منكر. يا جماعة خلنا نتحمل مسؤولية ورب الكعبة. وأخطر شيء لضيق خلقي هاليومين عندما تكون المسألة تكيف تطبيعي بارد وناعم، قاعدين الأولاد والأمة والخال والعزيمة والكذا كبار وصغار، فجاء واحد طلع الجهاز نكتة سخيفة في شخصية معينة والنكتة لا تليق فبعثها، والثاني عمل لها رتويت إعادة، والثالث كذا، والأم تضحك والأب يقول الله ما بعثها. لا يا جماعة خلي تكون مواقفنا واضحة، قاعدين ننزل بمستوياتنا. والمشكلة لما يكون الكبار يوافقون الصغار، ولما يأتي الصغار يجرون الكبار على بذاءة الكلمات وسوء التعبير. مع الأسف نحتاج نتدرب على آليات ضبط الانفعال في الرياضة وكلماتها، في السياسة وكلماتها، في الشارع، في التنافسات حتى وفي كلماتنا. من هذه الآليات؟ كان عبد الله بن أبي زكريا الرجل الصالح، هذا يرويها الإمام ابن الجوزي في كتاب صفة الصفوة أو صفوة الصفوة، كان هكذا نريد أن نكون. كان عبد الله ابن أبي زكريا لا يدع أحدا يغتاب في مجلسه، ما يخلي حد تتكلم على الناس في مجلسي أنت ضيف عندي، لا، لأن في آخرين ينزعجون يا أخي. وبعدين المسألة في ذاتها سيئة بقطع النظر عن ماذا يقول الآخر، فما كان يسمح لأحد. ويقول: إن ذكرتم الله أعناكم، وإن ذكرتم الناس منعناكم أو تركناكم. كان يترك المجلس ويطلع، سواء كان في مجلسي هو أو قعدوا بالديوانية، يا بخلكم مع السلامة أنا عندي شغل شوية. هذا كلام ما ينقال، حرام. شباب بسن الورد والزهر، بنات من بناتنا، سواء في مجتمعنا أو في مجتمع الآخر، حرام تنقل عنك أو ينقل عنك هذه الكلمة في عصر التصوير والصورة، لأن كل شيء موثق. فإذا ذكر بك أو جاء أحد على سرد سيرتك أو أيامك أو ما تميزت به، جيء له بكلمتك: أوه هذا صاحب الكلمة الفلانية، أوه هذا صاحب الصاروخ الفلاني، صاروخ الكلامي. ما يصير يا جماعة، ليست هذه أخلاقنا، وليست هذه البصمة التي نضعها خالدة في تاريخنا. غلط، اتقوا الله يا جماعة في كلام، في الكلام. نغلط، نقول كلمة، ننسحب، نتوب، نعدل نفسنا، نضبط إرادتنا. وإلا إذا أردت أن تستمر بهذا فاعلم أن الشر سيزيد وينعكس علينا جميعا. ونرجع مع الإمام الشافعي الذي بدأنا معه بأشعار، فهو يعطينا نصيحة عامة تصلح لكل زمان ومكان، فيقول: إذا رمت أن تحيا سليما من الردى، ودينك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به سوءة امرئ، فكلك عورات، فكلك سوءات، وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا لقول، فقل يا عين للناس أعين. الناس عندها ألسنة وعندها أعين، وإذا قلت قالوا، وإذا سبيت سبوا. فأبرز القيمة الإيجابية في نفسك، وليكن كما يقول المثل الشعبي: لسانك حصانك، إن صنت صانك، وإن شنت شانك. وفق الله الجميع للكلمة الطيبة، وأعاذنا الله وإياكم من رذائل اللسان.
وفي الفقرة القادمة كتاب وتغريدة. كتابنا اليوم لطيف وعنوانه فيه عشق ولكنه عشق من نوع آخر. عنوان الكتاب عشاق الكتب للأستاذ عبد الرحمن يوسف الفرحان طبع دائر البشائر الإسلامية. العشق عندما عرفه الجاحظ غير الحب، العشق فرط في الحب، مثل الفرق بين الاقتصاد أن يقتصد الإنسان في ماله وبين البخل، البخل مبالغة في الاقتصاد، مثل الفرق بين التهور والشجاعة. إذن العشق شيء زائد على الحب ويكاد يقترب أحيانا من المبالغة. كيف يوجد من الناس من يعشق الورق والقراطيس؟ لا، ليس في الورق والقراطيس، لأن هنا تكمن وتختزن التجارب البشرية، الحضارة، العلم، المعرفة الإنسانية، وهنا يكون التفاعل وهنا يكون الخلود. عشاق الكتب، الكتاب في التاريخ الإسلامي كان له شأن ودكاكين وكتاب ونساخ وعالم آخر عندما تقرأه. هذا مما جعل أن تفوق العالم الإسلامي في التاريخ الذي عاشوه في الكتب وحفظها وإخراجها وصناعتها ما كان بصمة إضافية لم تعرف الحضارات الأخرى، رغم أنها كانت مبكرة في ورق البردي وغيرها. هذا المؤلف لكل شاب انشغل بالإلكترونيات والملهيات، بل حتى في القراءة الإلكترونية فرق عندما تمسك الكتاب بيدك، يضع لك فهرساً إذا قرأته فربما إن كنت من أصحاب القابليات للتغيير يحصل لك شيء آخر. إحنا عشنا في المكتبات يا جماعة سنين طويلة من حياتنا. يتكلم في هذا الفهرس الجميل بعد المقدمة فصل في فضيلة الكتب والكتابة للجاحظ. طبعا جاحظ من الذين كان يأجر الدكاكين مع النساخين، أو النساخين باليد يأجرها ويجلس يقرأ بالأيام. الجاحظ كما يقولون وجد امرأة تمشي وهو خارج من المسجد ومعها قراطيس فتبعها إلى أن وضعت القراطيس فأخذها، قال وين رحت؟ قال وجدت شيئا أنتم لا تفهمون، وجدت شيئا لا يوجد. هؤلاء الناس الذين ينامون في المكتبات، فكانت المكتبة هي الأكل والنفس والنوم وكل شيء. الفصل الثالث عشاق الكتب وما بذلوا فيه من نفيس المال والجهد. أربعة فصل في أخبارهم في الحزن والغم على فقد الكتب والمصاب بها فعلا. فصل خامس فصل في أخبار بيعهم كتبهم للضرورة والحزن عليها. يبيع كتابة مثل أشهر واحد معروف يذكرون قصته الطريفة أبو حسن الفالي، عندما ظنت عليه الحياة راح باع كتبه، فاللي شرى كتابه الشريف أبو القاسم علي بن طاهر شرى منه كتبه، فوجد في بعض كتبه وإذا في مقدمة الكتاب مكتوب هذه الأبيات: أنست بها، أي بكتب اللي بعتها وتحسرت عليها، أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني. آخر شيء قرأ القصيدة فلما عرف رجع وأعاد له كتبه وأعطاه مالا. فصل في قتل الكتب والمكفوفين بها، فصل في تعظيمهم وإجلالهم للكتب، فصل في عزلهم وأنسهم بمجالسة الكتب ومنادمتها عوضا عن الأصحاب، ماكو ربع كله في المكتبة. وفي فصل غريب لطيف بعنوان عشق الكتب على النساء. عشق الكتب على النساء، وين هالناس ذي اللي يقدمون الكتب على النساء؟ فصل الكتب والزوجة، هني تجي المآسي وتجي العجائب، وإن بالفعل هنالك أناس يعني ساكنين في المكتبة فرطوا في أهلهم. يجيب لك قصص كثيرة من الأشياء اللي أنا قاريها خارج هذا الكتاب أيضا. إبراهيم المازني صديق العقاد الأديب الكبير المصري، ليلة زواجه كما يذكر هو في ذكرياته كان في المكتبة يدورون وين في السرداب، مدري قالت أمه راح تلقونه في يدورونه برا يمين شمال، كان لأنه بالتالي ولع. والإنسان
مجذوب مأخوذ بما تولع به، زراعة، خيل، كتب، أي شيء من مال، أي شيء من الحياة الدنيا. فجميل أن يتولع الإنسان بالكتب، يعني الكتاب حقيقة جدا رائع، والجهد المبذول فيه من مئات الكتب جمعها المؤلف عشاق الكتب لعبد الرحمن الفرحان، كتاب يستحق القراءة. تفخ البراطم، نفخ الخدود، زرع الجفون، تطيير الحواجب، تكبير الصدور، إلى آخره. وين راح توصلوننا يا بنات؟ هناك إشكالية وجدانية معرفية وتجارية يجب دراستها. يعني أنا آسف على هذه التغريدة، لكن هذا هو الواقع الذي نلبسه على مدار الساعة. هنالك انتقل الموضوع من حب تحسين وتجميل، والله جميل يحب الجمال، وكلنا نبي نطلع بصورة نظيفة، هيئة حسنة، وهذا شيء فطرة ومطلوب. لكن عندما تصبح المسألة إلى هذه المبالغات، ثم تنتقل إلى ثقافة عامة، ثم يكون التداول أيضا بين خاصة البنات على من تميز في هذا الشيء، تفخ تفخ على تفخ، مش عارف هذا ماذا يعني؟ يعني أن الالتفات بدأ يصير للجانب المادي، وأن الناس خاضعة للبعد التجاري، وأن قيمة الإنسان في جسده، وننسى أن قيمة الإنسان بقيمه. ففي تقدم شيء على حساب شيء، وفي صناعة الإنسان البلاستيكي على حساب الإنسان الحقيقي. ومن ثم نتذكر قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يجب أن تكون ثقافتنا أن قيمة الإنسان بما يحسن، قيمة الإنسان بأخلاقه، قيمة الإنسان بقيمه، قيمة الإنسان بإنجازاته وأثره الإيجابي. نعم، أما أن تصل المسألة إلى هذا البعد النفسي التجاري الاستعراضي، فهذا يؤكد كلمة ما كنا راضين عنها عندما قالها عباس محمود العقاد في قوله الصارم الصعب، عندما قال: المرأة حيوان استعراضي. لا، المرأة أم وأخ وبنت، لكن العولمة والاقتصاد وتكثيف ثقافة الجسد الخادع يكاد يقترب من تلك الكلمات التي تسوقها وسائل الإعلام والتجارة والدعاية. نريد أن يكون هناك عقل في التعامل مع هذا الشيء. الحكم الشرعي يضبط المسائل، ولكن المسألة دخلت في دائرة الفوضى والاستعراض اللامعقول. وفق الله الجميع لطاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما تتكلم عن الإعلام تحس أن كلامك يكاد يكون في الهواء تحدي، وتحت عنوان: الإنسان حيوان تلفزيوني. ما عندك تلفزيون؟ معقولة؟ في الإعلام الإسلامي الحالة تسر العدو. أنا أقول هذا الكلام من خبرة. ضعف الموارد والدعاية والدعم، ما يعمل إعلان لخمر، ما يعلن إعلان لسجائر. أنا عندي خصوصيتي أن الإعلام أقوى من بابا روما ومن الخليفة العباسي. السخاء والاستثمار في الإنفاق يا أخي يدخل علينا من غير استئذان، مجذوباً مأخوذاً. الأمنيات شيء، والانطباعات شيء، والواقع شيء آخر. يا مرحبا يلي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداخل القلب موجود، اللي تفس عروق قلبي عشانا، ما تبعد عني ميادين وحدود. يا مرحبا يلي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداخل القلب موجود. اللي